اتفضل ومع بقى. لا ده ذلك انا كان بدأت كمذيعة مش كممثلة. انا بدأت كمذيعة لان انا كنت بمثل زي ما اقولك في المسرح وعلى خشبة المسرح في الجامعة، بس جوزي وقتها احنا كنا بقى لسه مخطوبين وكده قال لي مفيش طلال كان رافض تمثيل بقى. بعد الجامعة، طلعي كل المواهب المدفونة كل خلصي مع الطاقة، خلصي خلصي موهبتك خلصي بقى كلها. بعد الجامعة بقى ايه مفيش الكلام ده. ها فخلص انا بقى قصة الحب ووافقتي اه وافقت طبعا. رغم ان انت كنتي وانت صغيره هقول لك ليه، مجنونه لان قدام انا ما كنتش المرايه. برضو مدركه انه لسه الشغف ده جوايا كبير قوي كده. انا الحكايه جت عندي مراحل. وافقت لان انا طبعا بحبه جدا طب وعايزه اتجوز يعني وعايزه طلال اكون انتوا اسره. كنتوا قصه حب من الجامعه؟ بالظبط من جت الجامعه. ازاي؟ طب كان هو اكبر؟ هو اكبر يعني هو اكبر من يعني هو سابني ب3 سنين في الجامعه بس سنتين في الحقيقه يعني. وبدات القصه ازاي يعني؟ بتمثلوا مع بعض؟ لا 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 خالص هو كان هو طلال، ماليش طلال اي ملوش في طلال التمثيل ملوش خالص. خالص ورا الكاميرا ده هو تماما بيقول لها، اولد ده هو واي. قال لها لما كانت عايزه تبقى ابقي مذيعه بس ما تبقيش ما قاليش حتى ولا ممثله. مذيعه يعني، قال لي لا يعني الكلام ده مش مش انا. احنا يعني بس. وبعدين بقى انا كنت طبعا عايزه اتجوز بقى واخلف واعمل اسره وبيت وكده وتمام ما كانش عندي مشكله ما كنتش وافق متضايقه ازاي؟ يعني. يعني وافق ازاي رغم ان هو بيقولك احنا مش كده؟ وانا كمان كنت شايفه انه الوسط الفني مخيف شويه كنتش عارفاه يعني، فشايفه برضو الشهره الاضواء وانا هيجيلي انا ادوار وانا لا لا هعرف خالص امثل. لا انا مش قد كده يعني، يطلع اشاعات ده ياثر على بيتي وحياتي ولادي ياثر على علاقتي بجوزي، لا 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 انا بخاف من الحاجات دي انا مش قدها، انا عايزه استقرار عايزه هدوء عايزه حياه كده يعني طبيعيه يعني يعني. كان اختيارك الأمومة والبيت وطلال، بالظبط بنحييه طبعا، ايوه بشكره شكر خاص. ايوه ده كان كل الحياة بالنسبة اه لك، ده انت مش عايزة تعملي حاجة تانية او دي الأولوية الأولى بالظبط. إلى أن الى ان ايوه كان بيجي لي عروض وانا بقى لما بدات ابقى ريبورتر وبعدين مذيعه وكده مذيعة وانا ريبورتر زي ما اكتر انا كنت كمان. معاكي في البطولة بالظبط بتاعت، ايوه طبعا انت زميله لا برضه لو دلوقتي يا لو وليده سمحت كنت زميله بشاركك زميله في يعني ده انا البطولة. هحكي لكم حاجات عملتها بطوله مطلقه ايوه يعني المفروض اشاركك في قواعد الطلاق الطلاق مشاركه ايه ده انا 25. كنت المذيعه فقط لا غير بهرج معاك. بس بعدين بقى كان بيجي عروض بس عروض ايه من نوع ايه ده انت مش عايزه تمثلي، ايه ده انت شكلك ينفع تمثلي ده في دور كذا إيه انت مش عايزه، فانا كنت برفض برفض الى ان جالي كده فيلم بقى بجد اول مره يجي لي سيناريو يعني على كان البيت ايه بقى حق فاكرة؟ وحقيقي. لا مش هقول بقى خلاص قولي بقى عشان لا ما والله خلاص 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 ما هو خلاص اتحرك والله اهو خلاص كان بقى هيفصل. لا هقول ما لك هو بعدين. هقول لك في حاجة فيها جرأة فانت خفت. انا ما خفتش لا هي لما جه هو طلال اللي خاف طبعا. وكان فيها سفر وبنتي كانت صغيره فقال كانت لك لا. سنتين وانا خفت برضو من اوكي. السفر واني ابعد عن بنتي ومن البطوله السينمائيه اللي قدام نجم كبير ومجموعه نجوم كبار وموضوع كان كبير كان فيلم يعني تقيل. معروف قوي يعني. فانا كمان اترددت لما بقى شفت الفيلم بقى في السينما وتزامن ان انا عملت حادثه ظهري اتكسر وقعدت 6 شهور كده لابسه حزام اوف. وحسيت ان العمر لحظه يعني ان انا ممكن يعني كده ما احققش بقى الحلم ده وشفت شفت الفيلم وتخيلت نفسي ان انا اللي موجوده فيه وان انا وخسارة وليه ما لا عملش عارفه كده؟ عارفه لما قلبك يتخطف فهنا ادركت بقى انه لا الشغف ده موجود جدا وبقوه وعايز لازم كلمتيه. يتخطف.